أنجزت لجنة الخدمات بمجلس النواب 104 موضوعات من أصل 160 موضوعا أحيلت إليها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. كما عقدت لجنة الخدمات 36 اجتماعا موزعا بين اجتماعات اعتيادية وأخرى مع فرق العمل. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، ولو تحدثنا عن أهم الموضوعات التي أنجزتها اللجنة خلال هذا الدور من الانعقاد. مساك الله بالخير، يعطيكم الصحة والعافية. سعيد بلقاء على عبر شاشة تلفزيون البحرين. طبعا ولله الحمد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس صار فيه حراك برلماني شمل العديد من التشريعات المرتبطة بالمشروعات بقانون، الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة. وطبعا بداية ذكرتي في الموضوعات المحالة إلى لجنة الخدمات 95 تقريبا، بس على أساس فصل إليك 95 اقتراح برغبة، 24 مشروع بقانون، 36 اقتراح بقانون. طبعا احنا عدنا الكثير من المراسلات اللي صدرناها من لجنتنا لجنة الخدمات في مجلس النواب فوق تقريبا 530 مراسلة. طبعا هذه طبعا يعني طلب للمرئيات الحكومة، مراسلة مع الجهات المعنية في الدوائر الحكومية، طلب لدراسات معينة من قبل أمانة النواب. طبعا احنا التقارير اللي تم رفعها تقارير ولله الحمد يعني 106 تقرير. الاجتماعات مثل ما ذكرتين يعني مجموعها تقريبا في حدود 36 كانت بين اجتماعات يعني مع وزراء أو حتى مع فرق عمل من ممثلة من الحكومة ومن الجهات مختلفة. طبعا التقينا بعدد كبير من الوزراء، وهذا دليل واضح على أن احنا يعني في مسيرة التعاون بين كسلطة تشريعية مع السلطة التنفيذية في هذا الجانب، ويعني لهم كل التقدير والاحترام في هذا الجانب، يعني ممارستنا الديمقراطية في هذا المجال والتعاون المشترك أثمر على الكثير من الموضوعات المهمة والمحالة. وكان أهم المشاريع اللي جت إلى لجنتنا هو مشروع بقانون بإضافة بند جديد رقم 3 إلى فقرة جيم من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. وهذا طبعا من المشاريع اللي جدا كانت مهمة بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى البحرين كافة. هو طبعا يتعلق بسداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976. وكل البحرينيين اللي شملهم هذا المشروع طبعا كانوا يشتغلون بالقطاع الخاص. أهمية هذا المشروع تحديدا على أساس نسلط الضوء عليه إن هو أحد الأفكار والمبادرات والتعاون المشترك المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وطبعا هذا جاء على أساس يكون مقدمة للأخذ بالتدابير لعدم خسارة المواطنين لوظائفهم في القطاع الخاص والحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني جراء أزمة تفشي وباء كورونا. نعم، سعادة النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.